في مصر أقدم الحضارات وأطول الأنهار وأيضاً أسوأ السجون هو السجن 992 الشديد الحراسة، اشتهر باسم سجن العقرب أو مقبرة العقرب. سجن العقرب ده هو عقرب فعلاً، سجن لا بتخش له شمس ولا هوا، هو مصمم على ان اللي يخش وما يرجعش منه تاني. اللي باين عزل تام، حراسه مشدده، تهويه سيئه، اضاءه مزعجه، انتهاكات مستمره، تعذيب، منع من ادخال الطعام، حرمان من الزيارات. انشئ السجن او المقبره في ظل حمله اطلقها نظام مبارك لمكافحه ما يسمى الارهاب، اراد من خلالها حشر سجناء وصفهم بشديدي الخطورة في زنازين منفصلة. وبعد الانقلاب ذاع صيت سجن العقرب أكثر، عشرات المعارضين لنظام السيسي ما زالوا يحشرون فيه، وقد خرج بعضهم جثثا هامدة. فهل السجون إصلاح وتهذيب أم مقابر وتعذيب؟